السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، ويعدي عليكم الايام بخير، يجعلها سنة خير علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. بص حبايبي، ده الفطير اللي انا عملته، ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر ان شاء الله. حبايبي بصوا طري ازاي وجميل، بس مقرمش ازاي. سامعين يا حبايبي؟ سامعين قرمشته؟ ما شاء الله يا حبايب قلبي، حاجة جميلة جدا وريحته تحفة تحفة. ان شاء الله حبايبي باذن الله نخش المطبخ ونشوف الطريقه بتاعته عامله ازاي. طريقته سهله جدا يا حبايبي، مش محتاجه اي عمال، يعني ان شاء الله تجربوه ويطلع معاكم احسن ما انا ما عملت. نتيجته جميله جدا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله حبايبي، حاجه تحفه حقيقي، وحاجه طعمها جميل جدا، حاجه روعه، وحاجه انتم عاملاها نضيفه في البيت افضل كتير من ان احنا نشتري. حبايبي والفطيره بقت بقد كده بره، طب واحنا على ايه؟ احنا نشتري ونعمل، مش هيكلفنا زي ما هنجيبه من بره. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. يا ريت تدعوا لي دعوه حلوه، تنشوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. يلا بينا على المطبخ يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي كل سنه وانتم طيبين، ويعدي عليكم الايام بخير. موسم فتح الفطير يا حبايبي، موسم راس السنه الهجريه، ما شاء الله يا حبيب قلبي، ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الامر ويجعلها سنه خير وفرحه علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب، ونقول كل منا اللي نفسه فيه، وربنا يدي كل واحد ما يتمنى ان شاء الله. ان شاء الله حبايبي هنعمله مع بعض، هنعجنه حبه فطير كده مع بعض حبايبي ان شاء الله باذن الله، بكل سهوله ان شاء الله، بكل يسر ان شاء الله، ربنا ييسر الامر باذن الله. ما تنسونيش حبايبي تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، وتنسوني في اللايك يا حبايب قلبي. يا رب المحتوى اللي انا بنزله يكون بيعجبكم، والفيديو ينول اعجابكم، ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. فانتوا عارفين يا حبايبي الفطير مش محتاج حاجه غير بس ميه، وطبعا نخلت الدقيق وحطيت عليه ذره ملح، معلقه يعني صغيره ملح، وحطيت عليه حبه سكر والميه حبايبي. دوت دي طريقه الفطير يا حبايبي. هنسمي الله ونفضي ميه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بس طبعا مش هندلق كل الميه، احنا هناخد جزء منها لحد بس ما ايه ما يلف في ايدينا حبايبي كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، لحد العجينه حبايبي ما تلف في ايدي، وحاسه ان هي مش محتاجه تاني دي، يبقى كده احنا ايه محتاجه مع ميه، يبقى كده احنا تمام. ماشي حبايبي، بسم الله ما شاء الله، اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما احنا متفقين مع بعض على طول في المعجنات والدقيق والحاجات دي، مش بندلق ميه كده على طول حبايبي، او السوائل بالذات ما بندلقهاش كده وخلاص، علشان خاطر ما يفتش مننا، او مثلا نحط الميه لا نحط دقيق، لا نحط ميه لا نحط دقيق، فاحنا ايه بنحط الحاجه بحرص شويه حبايبي. ربنا يرحمنا، الحاجه غاليه جدا جدا بره، ربنا يرحمنا، وكل حاجه بقت صعب، ربنا يعين كل واحد على عيشه ويوسع علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب، ويدي كل واحد ما يتمنى باذن الله. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا حبايبي لسه في دقيق اهو، فاحنا ايه بناخده واحده واحده كده كله مع بعض كده، ان شاء الله ربنا ييسر الامر باذن الله، يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين يا رب، يجعلها سنه خير ان شاء الله علينا وعلى المسلمين، يجعلها سنه ان شاء الله ما نشوفش فيها حاجه وحشه ابدا، ولا لينا ولا للمسلمين اجمعين، ويدي كل واحد منا ما يتمنى ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين العجينه بتاعه الفطير بتحتاج مننا عجين كتير، عشان خاطر تخدمي العجينه يا حبايبي، بتديكي نتيجه ان شاء الله باذن الله بدون مقطع كويسه في الاخر. ماشي زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، انا حبيت حبه ميه كده صغيري نلم بيهم الدقيق اللي تحت كده حبايب قلبي، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. خليكم معايا يا حبايبي، اخلص بس العجن ونرجع مع بعض تاني، خليكم معايا. بس حبايبي فضلت اعجن فيها لحد ما العجينه نعمت في ايدي، بقت زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى ناخد ان شاء الله كده زي ما انتم شايفين بالقطع كده،
خليكم معايا يا حبايبي. بصوا حبايبي كده ما شاء الله انا عجنتهم كده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله لما نبدا فيهم باذن الله هتبقوا معايا واحده واحده. يا رب الفيديو يعجبكم يا حبايبي ونول اعجابكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، اكون قادره اوصل لكم المعلومه وتكونوا تستفادوا مني. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، وعلى سنه حلوه علينا وعلى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا يا حبايبي لما ارجع اشتغل فيه تاني ان شاء الله هنبدا مع بعض. صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. حطوا اللايك حبايبي، حطوا اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، اعملوا مشاركه للفيديو عشان القناه تكبر بيا وبيكم. خليكم معايا. بصوا حبايبي نسمي الله بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وكده ماشي فردتها زي ما انتم شايفين كده كده، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بس انا دهنت بالفرشه ليه يا حبايبي؟ على اساس بايدي ممكن ايه بتاخد مني ايدام كتير، فكده ممكن ايه يبقى ايه الايدام انت متحكمه فيه شويه، بس زي ما انتم شايفين كده والاطراف وكله كله لازم يبقى ايه، يبقى كلها محطوط لها ايدام كده حبايبي، عشان ده سر التوريقه بتاعه الفتيره. ماشي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ونسمي الله حبايبي كده ونطبق كده ماشي كده ما شاء الله حبايبي ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر كده. ونجيب الناحيه الثانيه زيها كده، بس نفرد كل ايه كل حته نحطها نفردها ليه؟ عشان ما يبقاش مكلكع من جوه ويبقى طعمه مش حلو حبايبي. فاحنا وعلى ايه احنا نعمل حاجه بكل كده حب كده عشان الحاجه تطلع معانا حلوه ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا ويحسن خاتمته ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا حبايبي لما اخلص واحده باذن الله هرجع معاكم تاني، خليكم معايا. بص حبايبي زي ما انتم شايفين كده اهي اتطبقت كده، نجيبها بقى كده 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 نلمها كلها كده في قلب بعضيها ماشي، ونركنها على جنب حبايبي قبل ما نفتح واحده ثانيه عشان نحطها جواها ان شاء الله مع بعض واحده واحده باذن الله، ربنا ييسر الامر باذن الله حبايب قلبي كده حبايبي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. طبعا حبايبي بتكوني دي زبده حبايبي عندك زبده ماشي، بس هي بصراحه لما بتحطي الزبده حبايبي مع لو معاكي عندك سمنه بلدي حطي، عندك زبده حطي اللي موجود حبايبي، ما تقفيش على حاجه، بس اهم حاجه يكون بس ايه سمنه ريحتها حلوه وطعمها حلو عشان تديكي نتيجه كويسه ونتيجه حلوه، والريحه طبعا تبقى ريحته جميله جدا وحاجه كويسه. لازم يكون نوع السمنه حلو حبايبي زي ما انتم شايفين كده، حتى لو اتقطعت مفيش مشكله حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين، بتدخلي لها هوا كده زي ما انتم شايفين كده حبايبي. بتعرفي ان العجينه ناجحه من ايه؟ لما بتفرديها ما الله اكبر بسم الله ما شاء الله، يعني ما تلمش في ايدك حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين حبايبي شايفين عامل ازاي؟ ما شاء الله يا حبايبي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صل على رسول الله اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك حبايبي حطوا اللايك، يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله ونور اعجابكم ان شاء الله حبايبي باذن الله مع بعض واحده واحده في كل حاجه ان شاء الله، ربنا ييسر لكم الامور. هنسمي الله وهنجيب اللي احنا حبايبي اللي احنا فردناها كده وهنفردها ايه جواها كده حبايبي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله كده حبايبي. وهنجيب دي كده ونفرد، حابه تحطي تاني قدام ماشي، مش حابه خلاص دي حاجه ترجع لك، بس انا عشان ما يبقاش ايدامه كتير حبايبي بحاول ان انا ايه اخف شويه في ان انا احط ايديه
ماشي كده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده حبايبي كده، كل حته تحت ايدينا بنحاول ان احنا نفردها حبايبي زي ما انتم شايفين كده كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله كده كده كده. هي حبايبي بس طبعا ايه، مش هحطها دلوقتي للسوى، انا بس هحطها في الصينيه اللي انا هسوي فيها على اساس ان انا ايه ابقى افردها حبايبي. بقى كده هي تمام ان شاء الله باذن الله، بس ترتاح شويه حبايبي عبال ما اعمل واحده ثانيه، وبعد كده نفردها ونسويها، نسويها على البوتاجاز من فوق. بص حبايبي كده ما شاء الله انا خلصتهم، دي طلعت واحده صغيره فيهم حبايبي، مش ما زيهم بالظبط برضه، بس انا عملتها يعني اتنين في قلب بعض زي ما انا عامله الكبار عملت الصغيره. ما شاء الله يا حبايب قلبي، حاجه جميله جدا وحاجه تشرفك قدام اي حد يجي لك. ما شاء الله يا حبايبي حاجه نظيفه، وانت عامله الحاجه بنظافه وعارفه انت عامله ايه. بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، احسن ما نروح نجيب الواحده بقد كده من بره. طب على ايه، ما احنا نعمله في البيت افضل حبايبي وانضف كتير من ان احنا نشتريه. انت قال ما فيها عامله زبده وعامله سمنه فلاحي مثلا، يعني اللي عندك اللي موجود، ما نقفوش على حاجه حبايبي، اللي موجود نشتغل بيه. بس حاجه تشرفك يا حبايبي قدام اللي يجيلك. اذكروا الله يا حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله حبايبي باذن الله، انا حطيت واحده على النار باذن الله، لما اجي اقلبها اوريها لكم، خليكم معايا. بصوا حبايبي ما شاء الله، شايفين الفطير عامل ازاي حبايبي، شايفين سامعين ما شاء الله يا حبايب قلبي، حاجه جميله جدا وبسوي على البوتاجاز زي ما انتوا زي ما متعودين مني حبايبي. ما شاء الله يا حبايبي ريحته جميله جدا جدا، وحاجه حقيقه حبايبي يعني مش قادره اقول لكم، حاجه حلوه جدا. جربوها حبايبي ان شاء الله بالطريقه بتاعتي، وان شاء الله يعجبكم والفيديو نول اعجابكم. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين، يجعلها سنه خير علينا وعلى المسلمين يا رب، وينول كل من اللي نفسه فيه، وربنا يصلح حالنا وحالكم. خليكم معايا.